نرحب فيك اولا في الاردن واهلا وسهلا بك في هذه المقابله. شكرا جزيلا نوانيا، وانا اشكر كذلك الشعب الاردني. الاردن ليست بعيده عني، دائما في قلبي، وخلينا نقول خلي اعتبرني ابنا اردنيا في ماليزيا. لنعد قليلا الى الذاكره. نعم. ذاكره الوزير عندما كان طالبا في المفرق. نعم. احكي لنا اكثر عن هذه الايام، 4 سنوات درست فيها درست فيها بالعربي، باللغة العربية طبعاً بالتأكيد، واختلط فيها بالأردنيين، واختلط فيها أيضاً بجنسيات مختلفة، عرب كانت موجودة في داخل الجامعة. احكي لنا عن هذه التجربة. والله ذكريات أيام جميلة. نعم، والله قبل 25 سنة، الوقت فات هيك بسرعة. والله تلك الأيام كانت حياة بسيطة، ما فيش إنترنت، كانت حتى كلها في المفرق هي عبارة عن الصحراء والبدو والخروف، وناس بسطاء ولكن قلوبهم طيبة. وحتى عمان كان على فكرة، لما أول ما وطأت قدمي على أرض الأردن هي لعمان. سكنت عمان 8 شهور، ومن بعدها انتقلت إلى المفرق. ماذا كنت تفعل في عمان في هذه 8 أشهر؟ والله كنت أدرس في مركز اللغات الجامعة الأردنية 8 شهور تقريبا، وبعدها رحت إلى المفرق. هل كان هناك اختلافات كثيرة بين ماليزيا والأردن في البداية؟ هل واجهت صعوبات؟ أكيد. والله كنت شاباً وما زلت شاباً. كنت شاباً 20 سنة تلك الحين، وأول ما وصلت الأردن طبعاً الصحراء، وماليزيا كانت غابات وشواطئ وكل شيء. وثاني شيء الناس، يعني أناس هنا يتكلمون بغير لغتي، رغم أني تعلمت اللغة العربية أنا كنت في ماليزيا، ولكن طبعاً لغة مختلفة، وكذلك عادات ويعني تقاليد وغيرها. ولكن بعد 8 شهور فقط مقضي في عمان، كان أشعر في ذلك الوقت أنا جزء من الأردن. نعم، خاصة في ذاك الوقت لما تعيش في مكان واحد، ما فيش كان إنترنت، حياتك هناك، أنت جزء من المجتمع، أنت جزء من أهل البلد. طب احكي لنا عن موقف ما غريب صار معك في بداية حياتك بالأردن. صح، اللبن. اللبن ما اللبن أو الجميل؟ الجميل واللبن. الجبل. هي ما كان موجود في ماليزيا في ذلك الحين. حاليا مختلف تماما. نعم، في ذلك الحين ما فيش لبن، وأول ما طعمت اللبن وشعرت مرها، وكذلك شو اسمه مخلل. لنعود الآن إلى الواقع والحاضر. أنتم في زيارة إلى الأردن أكيد لأهداف مميزة، ما هي أهداف هذه الزيارة؟ تواصل العلاقة بين الأردن وماليزيا في مجال التعليم. هي كانت علاقة بين الدولتين، علاقة قوية في الماضي، خاصة في العصور إنما كنت عايش في الأردن. ولكن بعد السنوات الماضية ما فيش إقبالية مثل الماضي. إذن أريد أن أجيد وأعيد تلك العلاقة الحارة بين ماليزيا والأردن. ما الذي حدث؟ لماذا لم تعد العلاقات كما كانت في السابق؟ والله ربما عدم الجدية من قبل الحكومتين الأردنية والماليزية. وثانيا ممكن قلة إرسال الطلبة الماليزيين إلى الأردن نفسها. ما الذي يتمتع به الطالب الأردني عندما يذهب إلى ماليزيا؟ كثير، يعني الدراسة هناك والحياة أعتقد أرخص شوية من الحياة في الأردن، وكذلك يعني أماكن، يعني هناك لما تذهبون إلى ماليزيا ليس فقط للدراسة، هناك أماكن سياحية وأناس هناك يعني يجعلونك كأنك في داركم، كأنك في بيتك. وما الذي يميز الدراسة في الأردن للطلبة الماليزيين؟ تحديدا هناك تخصصات معينة صحيح؟ اللغة. اللغة العربية في الأردن هي ما زالت فصحى وما زالت قوية وما زالت محفوظة بالمقارنة مع بعض الدول العربية الأخرى. هناك علاقات بين الأردن وماليزيا قوية، لكن أيضا هناك توافقات بين البلدين بما يخص موضوع التكنولوجيا تحديدا في التعليم. لربما ماليزيا قطعت أشواط أفضل من الأردن. هل هناك فجوة رح تكون عند الطالب عندما يذهب من الأردن إلى ماليزيا للتعلم؟ بعض الطلبة الأردنيين المتواجدين في ماليزيا يساعدون الجامعات التي يدرسون فيها بالأبحاث العلمية
وكذلك بإنتاج بعض المقالات العلمية التي تساعد في رفع مستوى تلك الجامعات. استفدنا كثيرا بالحقيقة من الطلبة الأردنيين المتواجدين في ماليزيا، وكذلك أكيد ذول الطلبة استفادوا كثيرا من الجامعات نفسها بتوفير كل المؤهلات والتسهيلات لإجراءات أبحاثهم وكذلك للحصول على شهادتهم. بدي أختم بتجربتك كشاب رابع عمرك 44 حاليا 25 أربعة خلص 25 شاب صغير يعتبر سنا، لكن تعرض لأنواع تعليم مختلفة، أيضا لديه خبرات كبيرة جدا، وأصبح وزير لواحدة من أهم الدول في العالم ووزير للتعليم، يعني إشي حساس جدا. كيف ممكن الشباب إذا كان عندهم طموحات معينة سواء في العمل العام أو في العمل التطوعي إنها تقدر تتعلم من تجربتك؟ والله نصيحتي للجميع الشباب أن يجتهدوا في كل ما يعملون، سواء كان في الدراسة أو في الرياضة أو في التجارة أو في أي شيء أولا، وثانيا لابد أن يقرأوا بالكثير، أن يقرأ ويقرأ وأن لا يمل من القراءة. في ماليزيا الآن نعمل حملات في القراءة نسميه ماليزيا تقرأ، يعني نشجع كل الماليزيين رغم سنهم أن يقرأوا. حتى رئيس وزراؤنا في سنه 94 سنة كان يشجع الناس على القراءة. هل هناك أي إضافة بتحب أنك تختم فيها؟ نعم، والله لو واحد ممكن يتساءل، لو طالب أردني أو شباب أردنيين يتصورون ما اللي يستفيدون لو يأتون إلى ماليزيا للدراسة؟ نعم، دراسة جامعية أو دراسة ماجستير أو الدكتورة، أقول لك أولاً تجدون ماليزيا تارك الثاني، بيتكم الثاني، تجدون شعوب ماليزيا يعني كأهلكم وكأسرتكم. لما تأتون لماليزيا الجامعات طبعاً هتجعلك تشعرون بأنك جزء من البلد. وثانياً العمل العام، العمل التطوعي في ماليزيا تجدونه متوفرة، حتى لطلبة البكالوريوس هذا جزء من المواد المدروسة، لازم تذهب وتخدم المجتمع وتعيش مع المجتمع. ولما لو تسألني ما هي من أسرار، ليس جيد أن نتكلم عن، ليس جيد واحد يتكلم عن نفسه ليس كذلك، ولكن من أسرار نجاحي في الدراسة هي اختلاطي بالكثرة مع الأردنيين، مع أهل البلد، واعتباري نفسي كجزء من البلد. وهذا ما لاحظت قليل بين الطلبة الوافدين سواء كان في ماليزيا أو في الأردن. ونصيحتي للشباب الأردنيين لو تفكرون أن تأتوا لماليزيا، اعتبروا ماليزيا كداركم الثاني وشعب ماليزيا كشعبكم وأنت جزء من ماليزيا. هل هناك أكل ماليزي لذيذ؟ كثير كثير، والفواكه وغير ذلك. خلاص وأنت أهلا وسهلا، أنت لازم تيجي لماليزيا. خلاص إن شاء الله. شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لهذه المقابلة أشكركم التي كانت بالفعل ممتعة. شكرا جزيلا لك. أفهم.